في وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، ويتم تحديد نسبة لهم ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها. تكليف وزارة النقل بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية التي يتم تنفيذها حاليا من طرق وكباري وأنفاق ومحطات للمترو والمونوريل وغيرها بأكواد الإتاحة. يمكن لو بنتكلم على أحسن صاحب هو موجود معانا في القاعة، اللي شاور على القادرون باختلاف، خلى وجهة نظر كلها تختلف. طبعاً 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 طبعاً.